رامبير، قولي لي شغلة وحدة، مين رح يصدق التمثيلية تبعك هلا؟ لك حدا رح يصدق إنه تقرب مني؟ كيف؟ ما حدا، لأنه هو ما تقرب مني. لحظة لحظة، شو عم تعملي؟ فيك توقفي؟ الكل رح يصدق، مو مبينة إنه تقرب مني؟ مبينة أنا ضحية هلا. لو ما كنت عرفانة إنه نحن مخططين لهذا الشيء، كنت رح صدقك أنا كمان. شفتي أدائي المميز؟ بدي أول دفعة إلي. اتفقنا. ماشي، انتو لازم تروحوا وانا لازم اتمرن هلا، التمثيل لازم يبين حقيقي لو سمحتوا. قلتلك رح اهتم بهالشي. اوقات لازم تلجئي لهدول الشغلات حبيبتي، ما تقلقي النتيجة حلوة. يلا نمشي. براغيا رجاءً، براغيا لو سمحتي خليكي، لو سمحتي إذا بتريدي لا تروحي، اسمعيني، ما فيني اسمح لك تبعدي عني مرة تانية، خليكي جنبي ولا تبعدي أرجوكي، لو سمحتي لو سمحتي ارجعي على البيت براغيا. هذا مو الوقت المناسب. أنا رح صلح الأمور بوعدك، رح زبط كل القصص وخليها تكون منيحة. بتمنى كل شيء يرجع مثل ما كان بالوقت المناسب. أنا رح أرجع على البيت، مو لأنه أنت بدك هذا الشيء، لأنه أنا يلي بدي أرجع، لو سمحت. لا تسألني أي سؤال، بس أنا بوعدك إني رح أرجع. إذا رحتي أنا وقتها، أنا آسفة. امشي. عادةً ابني بيكون موجود من أول الحفلة، هو بيضايقني أحياناً بس أنا مو شايفه بأي مكان. أنا بظن إنه هو عم يقضي وقت حلو مع رفيقته بشي مكان حلو ورايق، ماني شايفه. فيني أقول شغلة واحدة أكيدة؟ شو؟ مو حاسس إنه هو مع رفيقته. إيه